البنتاغون يدرس توصيات قادة عسكريين بعدم سحب السلاح من المقاتلين الأكراد في منبج. التحالف العربي يرصد 16 خرقا حوثيا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النيران في الحديدة باليمن. ترامب يهدد بإغلاق الحدود مع المكسيك إذا لم يوافق الكونغرس على تمويل الجدار الحدودي. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أوصى قادة عسكريون أمريكيون باحتفاظ مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية بالأسلحة التي حصلوا عليها من الولايات المتحدة بعد الانسحاب من سوريا. ونقلت رويترز عن مصادر عسكرية أن هذه التوصيات جزء من مناقشات تجريها وزارة الدفاع الأمريكية ولم يتم اتخاذ قرار نهائي حولها. اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل على أهمية خلق الظروف الملائمة لتسوية الأزمة السورية. وخلال اتصال هاتفي بين الجانبين، شدد بوتين على ضرورة دعم مساعي الدول الضامنة لمسار أسيتانا الخاصة بتشكيل قائمة أعضاء اللجنة الدستورية. ولفت بيان للكرملين أن ميركل وبوتين ناقشا أيضا خطط الولايات المتحدة لسحب قواتها من سوريا. أعلن التحالف العربي في اليمن رصد 16 خرقا لوقف إطلاق النيران بالحديدة من جانب الميليشيات الحوثية خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وقال التحالف في بيان له إن الخروقات الحوثية وقعت في مناطق التحيتة وحيس والجاح، لترتفع عدد الخروقات التي تمارستها منذ اتفاق وقف إطلاق النيران في الحديدة إلى 190. وشدد التحالف على دعم موقف الجيش الوطني اليمني بالالتزام بوقف إطلاق النيران وتنفيذ اتفاق السويد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بإغلاق الحدود مع المكسيك في حال عدم موافقة الكونغرس على تمويل بناء الجدار الحدودي. وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه سيضطر إلى إغلاق الحدود الجنوبية بالكامل إذا لم يعطيه الديمقراطيون المال لإنجاز الجدار، كما طالب بتغيير قوانين الهجرة التي تعاني منها واشنطن. أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمي هانت أن مجلس العموم سيوافق على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في منتصف يناير. وأوضح هانت في تصريحات صحفية أن موافقة مجلس العموم مرهونة بإقرار الاتحاد الأوروبي أن الوضع الخاص بالحدود الأيرلندية سيكون مؤقتا. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي قد ألغت التصويت على اتفاق الخروج في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما أقرت بأنه لن يحظى بموافقة البرلمان. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في أمان الله، سالمين.